kader diyorlar ya. İnanmam, inanmam. Ben yazmışım seni en sol yanıma. Kader, ben yazmışım seni en sol yanıma. Kader diyorlar ya. İnanmam, inanmam. Hay بنات, كيفكم؟ صوتكم بألف خير. وانتم عم تشوفوا هالفيديو, اليوم الفيديو ميك اب توتوريال. هذا اول ميك اب توتوريال لإلي اللي هو تعليم ميك اب او هيك شيء, فكتير متوتره وما بعرف حتى طريقه التصوير بصراحه, ما عرفت كيف بدي ارتبها او شو اللي بدي استخدمه او اي زاويه بدي اخذ, كوز كله جديد علي. بعرف صور الفيديوهات العاديه بس فيديوهات الميك اب بدها تكنيك معين, سو هلا عم بتعلم عليها. فاليوم الفيديو مسابقة لآي تي كوزماتكس, لآي تي كوزماتكس, وشركة آي تي كوزماتكس بعتت لي غراض لأنه هي عاملة كونتست مثل مسابقة, فأنا شاركت بهالمسابقة بالصدفة بصراحة صارت القصة, واختاروني من البنات اللي عم يختاروهم وبعتوا لي غراض من شركتهم وطالبين إنه أعمل فيديو تعليم ميك اب يعني واستخدم جزء من غراضهم تأرجيكم قد هن حلوين, وبصراحة أنا كتير حبيتهم. هلا رح تشوفوا بالفيديو قد حلوين, وخصوصا المسكرة كتير كتير حبيتها. فبعدين رح احكي لكم وقت عم بعمل لوك رح تشوفوا التفاصيل اكثر. فيا فانا كثير تحمست قلت لاعمل فيديو. بالبدايه كنت متردده اعمله ما اعمله اعمله ما... بس بعدين قلت ليش لا, انا عندي متابعين بجننوا هن اكيد رح يدعموني. الدعم رح يكون سهل كثير عن طريق اللايكس, قد ما حطيتوا لايكس اكثر قد ما هذا الشيء رح يساعدني انه فوز بهالمسابقه. كمان التعليقات كثير يعني في لها اهميه بالمسابقه, فاكتبوا قد ما فيكم تعليقات, حطوا قد ما فيكم لايك, دعموني قد ما فيكم, بدي فوز. ما بعرف يعني شو بدي احكي لكم يا, بس انا متاكده انه انتم هلا عم تشوفوا الفيديو رح تحطوا لايك وتحبوا يعني المهم قد ما فيكم, لانه هذا الشيء رح ينفعني كثير بالمسابقه. وكمان في هاشتاج فوت اي تي, هيدا الهاشتاج اذا بتستخدموه على الانستغرام وعلى تويتر وتحطوا صوره لإلي واسمي وبعدين تحطوا الهاشتاج اللي هو فوت اي تي, هذا الشيء كمان كثير رح يفيدني وكثير رح اكون ممنونه فيه. طبعا اذا انتقلت لمرحله ثانيه يعني ممكن يصير شغلات كثير حلوه, بصور لكم شغلات لسه احلى بهذه المسابقه. فكثير متحمسه للمسابقه انه انا عربيه ممكن هن يختاروني, ما بعرف يعني هي المسابقه بامريكا بس ممكن يختاروا وحده عربيه انه تدخل فيها, فليش لا, خلينا نشوف اذا بدعمكم رح يصير هالشيء وكون من اولى العربيات اللي هيك شيء يعني, فهمت علي كيف؟ فا يا سوري اذا هيك متوتره بالفيديو, بس عن جد انه هيدا اول شيء اول مره هيك بعمل شيء. فهيدا هو اللوك الميك اب, اذا حابين تشوفوا هيدا لوك الميك اب كيف عملته تابعوا الفيديو شوفوه للنهايه وراح تحبوه اكيد كثير. وبس انا بحبكم كثير ومشاهده سعيده لكم, وبس يلا نروح نشوف الفيديو. هون هيدي انا بوشي اللي بلا ميك اب, عملكم هاي كيفكم؟ هون عم اجيكم الهديه من اي تي كوزماتكس, كثير عجبتني, مكتوب عليها discover it love it believe it, كثير عجبتني كمان هالكلمه. وهلا عم بفتحها عم اجيكم هدول الكتالوجات اسمهم هيك يمكن ما بعرف. المهم هيدي الهديه من جوا و يعني 8 9 ما بعرف هيك شيء كم قطعه يعني بعثوا لي اياهم, وكثير حبيتهم, حبيت القطعه اللي استخدمتهم لهلا, ما استخدمت كلهم. رح شيل شعري حطه ورا يعني مشان يبعد عن وشي وحط ميك اب وانا مرتاحه. رح اخذ سماش بوكس سماش بوكس برايمر ورح مده على كل بشره وشي, ورح اخذ فونديشن لوريال درجتين اجرتكم اياهم بفيديو اللي هو افضل فونديشنز بالنسبه الي, ورح يعني ادمج هالدرجتين مع بعض وشوف الشكل اللي طلع كتير عجبني. مبسوطة فيه انا عم ارجيكم اياه كتير. رح ادمجهم مع بعض بالفرشة تبع الكريم الاساس هيك. وراح احطهم على بشرة وشي اول شي بطريقة انه طبطبة, بعدين لما بدي مدهم على البشرة بطريقة دائرية لانه هذا الشي كتير رح يخليه يبين اللوك كتير طبيعي. حمحاول ارجيكم كيف انا بحط فونديشن على قد, حطيت على قد ما بقدر يعني, بس قصيت كتير منه لانه رح يكون فيديو كتير طويل, سو اذا بتحبوا تعرفوا كيف انا بحط فونديشن بعملكم فيديو لحال, بس انتو اكتبولي بالتعليقات انه بدنا الطريقة وانا رح اعملكم اياها اذا بدكم. بس هون عموما حاولت اوضح قد ما في انه كيف انا بحطه للفونديشن, بحبه يكون كتير طبيعي وما بحب اللوك الكيكي, بحبه كأنه بشرتي بس كتير طبيعي بيطلع هيك. بحب الفونديشن, بحب ادمجه كمان مع الرقبة مشان يبينوا لون واحد. عموما انا لما بختار الفونديشن بختاره على لون رقبتي مشان يعني لما بحطه على وشي بيطلع كتير ملائم يعني هيك شي.
وكمان بمدوا على الرقبة مشان يطلع اللون هيك واحد ما يطلع لونين لأنه كتير ما بيكون حلو اللوك ككل. وهي أنا عم مدوا هلأ بعدني عم مدوا. وعجد أنا عموما كتير بحب هالفونديشن فاخترته لأعمل فيها اللوك. وهلأ عم أرجيكم أنه خلصت الفونديشن وكتير مبسوطة بالنتيجة. هلأ إجا دور العيون. هلأ عم هيك عدل حواجبي. رح استخدم اي تي كوزماتكس ناتورال بيوتي، هي هيدي البالت اللي بعتوا لي اياها، ورح اخذ لون اسمه سن رايز ورح مده على كل الجفن المتحرك بهالطريقه. هي هذا اللون كتير حلو. عموما هو هذا الميك اب اللي انا عم بعمله له علاقه بشكل غروب الشمس او الوان اللي بوقت غروب الشمس، كتير حلو هيدي الالوان او هذا الميك اب، خصوصا لما بتكوني لابسه اسود او احمر وبيلبق لك كتير مناسبات. ف عجبني كتير وقلت لأعمله ورح مدو على كل الجفن المتحرك. هيدا لونه كتير حلو اللون. بعدها رح أخذ هيدا سانسيت، هو لونه جاي على برتقالي شوي، بس محمر برتقالي أكتر شي. ورح مدو على عظمة الحاجب عظمة العين هيدا الفوقانية الكسرة، ورح حاول دخله مع اللون اللي قبله بطريقة انه يكونوا لون واحد من نهاية العين بس مدموجين مع بعض. رح ارجع اخذ جافا من نفس البالت اللي هي اي تي كوزماتكس ورح دخله على، رح بلش فيه من اخر العين كأني عم بعمل سموكي لوك، بس انا ما بدي اياه سموكي لوك، بدي اياه يكون لوك متدرج مثل امبري او هيك شيء، بس بطريقة كتير حلوة بحيث الواحد لما يشوفه هيدا الميك اب يقولوا كيف هيدي عاملته. وهذا هو سر الميك اب الحلو، انه ما بيعرف شو الالوان اللي انت استخدمتيها بس كتير يكون اللوك حلو بنفس الوقت. رح ادمجهم بهذه الطريقة انه كأنه عم دخل اللون اول شيء بعدين عم بدمجه لفوق، عم دخل اللون اول شيء وبعدين عم بدمجه لفوق. وهلا رح اخذ هيدا القلم، هو لونه هيك كتير حلو ومثل لميع، بحطه على دمعة العين مشان يعطيني كبر للعين وجمال هيك للعين لما بين يبرز كبرة يعني هيك شيء. وهذا لون هيدا الميك اب يعني كتير حلو. بعدين رح ارجع ادمج وهون عملت العين الثانية وعم زبط العينين ليطلعوا مثل بعضهم. بعدين اخذت نفس القلم اللي عملته على مدمع العين وحبيت مده على بداية العين من اول العين ودمجته مع كل الاشادو اللي انا حطيته قبله بهيدي البروش، بس انه عم خليهم متدرجين كتير وراح يطلع اللوك كتير حلو. هلا شايفين اللون كتير راح يطلع حلو. وهلا عم بعمل حواجبي بهيدا القلم كمان من اي تي كوزماتكس، رح ارسمهم. كتير عجبني هذا القلم بصراحة، بما انه انا شعري كتير اسود يعني فرح يلبق لبقلي هيدا القلم، فرح يلبق هيدا القلم لكل وحدة شعرها كتير كتير اسود ومش لاقية وما بتحب تستخدم كتير بني. هذا لونه هيك كتير حلو للي شعرهم اسود. ما بعرف الشركة شافت شعري اسود وقتت لي اياه هيك شيء. هون عم بحاول ارسم حواجبي، عم حاول خليهم مثل بعض. انا هلا حواجبي عم طولهم، بدي اعملهم رسمة جديدة. وهون خلصت عملت حواجبي وعملت الايلاينر. الايلاينر ما صورته لانه انا عملت فيديو كامل عن الايلاينر، رح احط لكم اياه بالديسكريبشن بوكس فيكم تروحوا تشوفوه يعني. وهلا عم حط الماسكارا اللي عم حطها من اي تي كوزماتكس كمان كتير عجبتني لكل فرق، يعني انا متفاجئة انه من اول مرة حطيتها كتير لاحظت فرق. انتم مش يمكن مبين عندكم الفرق كتير، بس انا لانه المراية قدام عيني لاحظت فرق كتير حلو. وهون عم كفي، رح اجيكم اياها عن قريب الفرشة لكو فيها هيك جزء صغير للرموش الصغيرة وجزء كبير للرموش الكبيرة. هون عم حط الماسكارا كمان، انا قلي تكنيك معين بالماسكارا ببقى بعملكم فيديو خاص بالماسكارا. وعم حط ماسكارا فكتير عجبتني الماسكارا لك. ولاحظوا الفرق بين عين وعين، انا بس مشان ارجيكم الفرق لانه عن جد حبيتها هاي الماسكارا، شكلها رح تكون ماسكارتي المفضلة بعد تلسكوبك من لوريال. وهلا رح احط الكونسيلر، رح استخدم نوعين كونسيلر، هيدا من مايبلين اي ثينك والتاني من غارنيير. رح احط اول شي تبع مايبلين هيدا وبعدين رح احط فوقه تبع غارنيير ورح ادمجهم بهيدي الفرشة من فلور مار، عندي اياها قديمة بس انا بحبها كتير. ورح ادمجهم هيك ليك كيف طلع يعني عم بدمجهم شوي شوي. لما تدمجوا الكونسيلر حاولوا تدمجوه شوي شوي وهيك رح يطلع كتير نظيف. وانا بحب حط الكونسيلر اخر شي لما بخلص العيون بخلص كل شي مشان ينظف لي كل البقايا اللي كانت تحت العين او هيك شي، فيطلع الميك اب كتير نظيف وكتير حلو. هلا اجى الدور على الكونتورينج، ما صورت الكونتورينج لانه الفيديو رح يكون كتير طويل والكونتورينج اساسا بده فيديو لحاله، بس عم حاول ارجيكم كمان هيك بشكل سريع رح انه تعرفوا كيف التكنيك بشكل عام اللي انا بستخدمه. الباودر اللي عم بستخدمها كتير قديمة عندي فمن ماركة استرالية
وانا كتير بحبها، وعم استخدم اصبعي يعني لسوي الكونتورينج اللي من هون ومن هون من يعني حد الانف، مشان كتير الاصابع كتير بتفيد يعني. وما تخافوا يعني رح اعمل هلا الكونتورينج تبع خدودي، ورح استخدم فيه كمان من اي تي كوزماتكس اللي هو هذا مثل برونزر، بس انا استخدمته كمان كبرونزر وككونتورينج. كتير عجبني الفينيشينج تبعه، وهلا رح تشوفوا قد ايه كتير حلو الفينيشينج تبعه. عم احاول ارجيكم قدر الامكان انه كيف يطلع اللوك، كتير كتير اعطاني لوك كتير حلو برونزي على كونتورينج. وانا هذا الشيء كتير بيبقى لي بما انه شعري اسود، وكمان الشقر بيبقى لهم هالشيء لانه هلا هون بامريكا كلهم بيعملوا هيك. ليكوا اللوك قد ايه، حاولت وقف هون ارجيكم بس قد ايه الجمال اللي اعطاني اياه هذا البرونزر. بعدين رح اخذ من نفس هيدي الباليت تبع البرونزر فيه البلاشر، اخذت البلاشر وحطيته بطريقه الطبطبه وحاولت ادمجه مشان ما يكون كتير، وهلا عم تشوفوا كيف كتير عجبني بصراحة، حبيته كتير. وهلأ رح أخذ الهايلايتر كمان من نفس الباليت، هن استخدمتهم الثلاثة لأرجيكم كيف بيكونوا حلوين، لأنه هي المسابقة قائمة على المنتجات تبعهم. ورح أحط هنا عم أعطيكم بوسة كتير مبسوطة أنا عم بعمل هالهايلايتر، كتير عجبني. أنا بحب أحط الهايلايتر بهالطريقة اللي موضحة بالفيديو، أنه هيك بطبطبه وكتير بنعومة مشان يطلع كتير حلو. وأوريدي لك قد ايه كتير كتير حلو اللمعة اللي عم يعطيني اياها، شوفوا قد ايه مبينة حتى على الفيديو. وهلأ رح اعطس جد كتير عطسة حقيقية هي على فكرة. رح اخذ هيدا اللون من ماك، رح احط لكم اسمه بالدسكريبشن بوكس، ما تخافوا رح تشوفوه الاسم تحت بالدسكريبشن بوكس، ورح مده على شفايفي بهالطريقة. حاولت اخليها مشان تشوفوا كيف انا بحط يعني، ورح احط فوقه هيدا الريفلون اللي هو جلوس من ريفلون، فوقه رح يعطيه لمعة كتير حلوة. انا بالعادة ما بحب الجلوس، بس مع هاللوك حسيت كتير رح يطلع حلو، خصوصا هيدا من ريفلون كتير حلو، حبيته كتير وعجبني، بيعطي لمعة كتير حلوة لللوك ككل. وعن جد ليكو قد ايه غير اللوك يعني، لو حاطه بس تبع ماك يعني ما كان طلع هالقد حلو. هذا هو اللوك، فيكم تخلوه هيك. انا غيرت بنهايه الفيديو، خففت لون الحمره، لانه انا بحب يكون الحمره كتير اخف من هيك، ما بحب الحمره كتير كتير ثقيله بهالطريقه، وخصوصا بفصل الصيف بالتحديد، بالشتاء ايه بحبها. وهذا هو اللوك، كتير عجبني انا شخصيا، بتمنى عجبكم قد ما انا حبيته، وبتمنى حبيتوا الفيديو. هون انا عم غير لون الحمرة او الروج لانه حبيته اخف مثل ما قلت لكم. وعن هيدا هو اللوك، هيدا هو الفيديو، بتمنى الفيديو عجبكم وحبيتوه. ما تنسوا اللايكس لانه تدعموني بالمسابقه، والهاشتاج تستخدمون، كل التفاصيل رح تكون بالديسكربشن بوكس تحت بصندوق الوصف. ما تنسوا تشوفوا الديسكربشن بوكس كوز فيه شغلات كتير حلوه، مش حلوه يعني، فيه تفاصيل كتيره، والهاشتاج موجود كمان تحت، فيكم تستخدموه تحطوا صورتي، وكمان حطوا اسمي واللايكس والكومنتس، شغلات كتير سهله. تابعوني على الانستغرام وتويتر نورستارز21، اسمي كمان راح يكون بالدسكربشن بوكس. وبس لهون بكون خلص الفيديو، بشوفكم من هون للفيديو الجاي، راح اشتاق لكم، خيرات الله، باي باي.